دراما على الماشي، مشاهدة ممتعة نتمناها لكم. محمود 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 روح لحق روح خير شو بقى؟ لك تركز قدام البيت رح يقتلوا لكم البيت روح خلي عينك على المحل الله روح روح لا تكلم. طيب شلون هيك بدكم تهدوا البيت فوق الغراض؟ طولوا بالكم شوي حتى نتفاهم. ما بنقدر نطول بالنا أكثر من هيك، بعثنا لكم إنذار من 3 أيام ولهلا ما فضيتوا، شو ممكن نعمل بهالحالة؟ طول بالك يا أخي كم يوم تانيات، شو بصير يعني؟ جوزي رافع دعوة على البلدية وأكيد رح يربحها. ما بقدر يا أختي، لذلك بعده هيك خلينا نشوف شغلنا الله يرضى عليكم. يلا يا أبو يوسف هدوا خلصنا. قولي على أختي لسه بيقول له هد، شو ما في على فالك غير هالكلمة؟ طول بالك يا أخي، فوتي أختي لجوا، فوتي أمي. لك شو فوتوا لجوا؟ ما بتعرف بدنا نهد؟ بيتكم مخالف ومن زمان لازم ينهد. يا أخي مهلنا كم يوم لحتى نتصرف، نحن رافعين دعوة بخصوص. ما بقدر يا حبيبي، معي أمر بالهدم اليوم يعني اليوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي فيني أحكي معك كلمتين على الانفراد؟ شوف حبيبي، إذا ما بتقلي واسطة ما واسطة أنا ما بفهم بشي، أنا عم قوم بواجبي وضميري مرتاح. لا مو مشان هيك أخي، تعال معي شوي. خير شوفي سيك لألك 500 قليل كتير. الله وكيلك ما معي غيرها، لو معي غيرها لأعطيتك. ماشي الحال، أصبح رح أجل الهد يومين بس، ما بقدر أكتر من هيك بينخرب بيتي. شو عم بقلك؟ ماشي الحال، كتر خيرك أخي. يلا مدوا ايديكم تعشوا معي، ليش ما عم تمدوا ايديكم؟ صحة وهنا، ما في نفس. هو الحق معي، يلي صار والله بصد النفس. بس اطمنوا، ما بيصير الا الخير ان شاء الله، والجماعة اللي فوق ما رح ينسونا، يعني مو معقول يرموا أسرة كاملة بالشارع، بقى لا تشغلوا فكركم وتنهموا، محلولة. بس اليوم كانوا رح يهدوا البيت لولا ما اجى محمود وتصرف. طيب كنت قول لهم انه نحن رافعين دعوة على البلدية؟ قلت لهم، ما ردوا. معناته أكيد هدول عم يلعبوا بأعصابهم، بس تاني مرة إذا أجوا خبروني فوراً، لأنه بخاف ما تقدروا تتصرفوا بغيابي. ودخلك شو صار بالدعوة؟ ماشي أم محمود ماشي، وبكرة بإذن الله رح أدخل على مديري مشان يعطيني توصي للقاضي. عم يقولوا لي إنه صاحبه كتير وما بيرفض له طلب. كلي بابا كلي، إلا ما التقى لحل. لجنة المبيعات ولجنة المشتريات تغيروا عندي السنة. لا 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 تغيروا يا، ما عاد فيك تحكي مع الأستاذ عادل. ايه أنا بخبرك بوقته. ماشي، لا بخبرك وببعث لكم كتاب رسمي بالخصوص. يا على عيني نحكي فيها نحكي. طيب ايه يعني المبلغ بده دراسة. خلاص تكرم عينك، مع السلامة. خير أبو محمود في شي؟ عفوا سيدي، بدي أذكركم مشان القاضي أستاذ فياض. شو بو؟ سبق وقلت لكم إنه قولي دعوة عنده. دعوة شو؟ دعوة رافعها ضد البلدية مشان هدم بيتي سيدي. إيه 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 تذكرت تذكرت، أنت سبق وحكيت لي هيك. وشو اللي مطلوب مني أنا؟ بدي لو سمحت كتاب توصية من جنابك، لأنه بكلمة صغيرة منه بتنحل قضيتي فورا. أبو محمود أنا بكتب لك رسالة ما بقصير، بس شو بدي أقول لك، مثل ما بتعرف هذا قضاء وكل شيء بيقدر يتوسط فيه الإنسان إلا القضاء. هو معك حق أستاذ يحيى، بس أنا ما عم أطلب منكم تتواسطوا لي عنده، أنا صاحب حق، واللي عم أطلبه منه هو إنه يسرع بفصل الدعوة، وغير هيك ما بدي، لأنه ورشة الهدم رايحة جاية لعندي ومصر على الهدم. امبارح سيدي امبارح بالذات كانوا رح يهدوا البيت فوق راسنا لولا لطف الله. شو هالحكي؟ معقول؟ ايه والله يا سيدي. لا 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 لا، هذا الكلام ما بينسكت عنه ابدا. انا بدي وجه لك كتاب توصيه للاستاذ فيان، واكيد لما بيشوف اسمي ما رح يقصر معك ابدا. كتر الله خيرك يا سيدي ويخلي لك اولادك يا حق. اخي العزيز جناب القاضي المحترم الاستاذ فيان. أخي العزيز جناب القاضي المحترم الأستاذ فياض، نرجو منكم مساعدة حامل هذه الرسالة لأن أمره يهمنا كثيرا وقضيته عادلة
واسلموا لاخيكم المخلص يحيى معيونه. بقى حطوا ايديكم ورجليكم بمي بارده وباذن الله المساله رح تنحل بهاليومين. اجت ورشه الهدم اليوم؟ ما اجت. اطمني ولا رح تجي. وينه محمود؟ ما بعرف. قال في واحد وعده بشغل ويمكن راح يشوفه. ها اجا محمود. مساء الخير. اهلين بابا. مساء النور. اهلين امي. شو صار معك؟ لقيت شغل؟ لا والله، قال ما في شغل قبل اسبوعين. تعا بابا تعا تعا اقرا هالرساله. شوفي فضلنا البيت اللي بتريدوا بدنا نهد. رح طولوا بالكم يا جماعه. شو تهدوا؟ شو شغله فوضى؟ ما في شيء اسمه فوضى. انا معي امر رسمي بالهد وعليه خمس اخدام وخمس توقيع كمان. ولك يا عمي فهم علي، عم بحكي عربي. نحن رافعين دعوه على البلديه، يعني البلديه خصمي. بقى شلون بدكم تهدوا لي البيت والقضيه لسه ما انتهيت؟ فوتي جيبي اضبار الدعوه يا محمود. الله يرضى عليك. فوتي اخي لا تلعي لي قلبي. الله يرضى عليك. بدكم تفضوا الاغراض ولا نهد البيت فوق الاغراض؟ لك شو ما بتخاف الله انت؟ تفضل شوف بعينك. هي اضمارة الدعوة. تفضل شوف شو مكتوب هون. الجلسة يوم التنين. حبيبي هذا الكلام ما بينصرف عندي اذا ما هديت باكل عقوبة مرتبة. طيب وينك؟ امهلني اليوم وبس، وبعد هاليوم نحن بامرك. منيح هيك؟ شوف هلا الساعة 9:15 رح اعطيك مهلة للتنتين ونص، وبدك تجيب لي امر بتوقيف الهدم وانا باخذ عدتي. ويا دار ما دخلك شر، بس لا تنسى ان احنا قاعدين هون عم نستناك. ها ماشي الحال. كتر الله خيرك. تعولنا برات شاي تقطع حلقنا. تكرم عينك. صباح الخير. اهلين. بقدر اشوف الاستاذ فياض؟ مو هون. بس انا معي كتاب توصيه من رفيقه الاستاذ يحيى ولازم اوصل له اياه ضروري. اخي ان شاء الله يكون معك كتاب من الوزير. عم اقول لك الزلمه مو هون. طيب وين راح؟ بيطول ليرجع؟ سافر. لوين سافر؟ سافر على ماليزيا، بده يحضر مؤتمر الرحمه فوق القانون. اللهم منك الصبر وعليك الاتكال. وبعدين شو بدي ساوي يا أخ؟ ساعتي مشان الله بدهم يهدوني بيتي اليوم؟ والله يا حبيبي أنا ما بيطلع بيدي شيء. الشغلة كلها بإيد القاضي، والقاضي طار مبارح. طيب والحل؟ بسيطة ولا يهمك، أنا بلاقي لك حل. شو هو دخيلك؟ بتروح هلأ فوراً دغري على الحارك لعند رئيس البلدية وبتكتب طلب تظلم. شو بدي اكتب فيه؟ ما عليك انا بكتب لك اياه. الله يجزيك الخير يا سيدي. بس هاي القصة بتكلفك 150 ليرة. ها ما مو مشكلة. مو مشكلة يا حبيبي، مو مشكلة. شو وين 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 طاحش؟ بدي شوف رئيس البلديه ضروري كثير. الله يخليك. دقيقه شوي، تذكرتك انت امبارح اللي فت لعنده بدون ما تاخذ اذني. الله وكيلك، هي اول مره بجي فيها لهون. بقى خليني ادخل لعنده. الله يخليك، مستعجل كثير. يعني مو انت اللي دخلت؟ لك يا اخي والله مو انا. بقى خليني فوت لعنده اذا بتريد. وشو بدك منه؟ بدي اقدم له هالكتاب. بدهم يهدوا لك بيتك؟ اي والله يا استاذ بدهم يهدوه. وليش بدهم يهدوه؟ أخي القصة طويلة. صارت 9:12. خلصني، خليني إياك، خليني فوت لعنده. يا أخي تكرم عينك، لو كان هون كنت دخلتك لعنده فورا. ليش وينه؟ مسافر. وين مسافر؟ على أستراليا. مبارح سافر بالليل، بده يلقي محاضرة بمؤتمر تخطيط المدن. طيب والعمل هلأ؟ ورشة الهدم قاعدة قدام بيتي. ولا يهمك يا سيدي، أنا تعاطفت معك ورح أخدمك لوجه الله، لا جزاء ولا شكورة. يا سيدي بكون ممنونك طول العمر. بتروح فوراً على مديرية الهدم والترحيل وبتقدم طلب تضرع وتوسل للمدير. إذا اقتنع فمن حقه يوقف لك الهدم فوراً. شكراً حبيبي، شكراً، يكتر خيرك.
الولد اخي، شو وصلوا لهلا ما رجع؟ طول بالك، الا ما يرجع لسه في وقت. ايه انو وقت هاي؟ صار الساعة واحدة الا ربع، بالمشرمح هداية خلانا. يا اخي والله معك حق، بس لسه ما صارت 2:30. حاضر، ساوي لنا ركوة قهوة تقطع حلقنا. ايه بأمرك. سادة ها؟ مرحبا يا اخ. اهلين. يعطيك العافيه. الله يعافيك. بدي اقابل رئيس الدائره لو سمحت. مو هون مو هون، اليوم طار. نعم، نقلوه من وظيفته يعني؟ شو نقلوه ما نقلوه؟ معلمي ما بينتقل، مبسمر بمحله. طار يعني سافر بالطياره. لوين؟ على اذربيجان. بده يحضر ندوه علميه بعنوان الهدم بالانفجار دون غبار. طيب مين بنوب محله؟ ما بعرف. على حد علمي ما حدا. طيب شو بدي ساوي بحالي أنا هلا؟ ليش شو مشكلتها؟ بدهم يهدموا لي بيتي وورشة الهدم واقفة على الباب. الله يسعدك، بتصدق زعلتني ومشكلتك عويصة. رحت عند رئيس البلدية شي؟ ايه رحت وما لقيته. بقى شو بدي ساوي؟ ما عاد عندي وقت منوب الله يخليك. بهالحالة مالك إلا تروح لعند مختار الحارة. مختار الحارة؟ ايه ايه، لأنه القانون بيقول لك يحق لمختار الحي أن يوقف مبدئياً هدم أي مسكن يقع في حدود مختارته لمدة 24 ساعة ريثما تتم معالجة الأمر. بقى روح دبر راسك قبل ما يوقع الفاس بالراس. كتر الله خيرك. السلام عليكم. مع السلامة. شكرا يا أخي. الله يعافيك. سهلة. حضرتك المختار؟ لا شو المختار، انا ابن البكر، شو بقدر بخدمك؟ البلدية بدها تهد لي البيت اليوم، وقال المختار بيطلع بايده ياجل الهدم 24 ساعة. مزبوط، بس هذا ابي مو انا. وينه ابوك؟ عزموه للاشتراك بمؤتمر المخاتير المقام بقبرص، تحت شعار مؤتمر المخاتير للحداثة والتطوير. طيب ما بتقدر تعطيني كتاب حتى؟ والله ما بقدر، يعني بدك تعذرني، لأنه شغلة خراب البيوت من اختصاص ابي مو من اختصاصي. مرحبا حسين. اهلا. بدي سجل الولد دخيل عينا. 300 ليرة حبيبي. ايه على عيني. ابو محمود شو عم تعمل هون انت؟ بدي اخذ ورقة من المختار حتى يوقفوا لي هدم البيت. يوقفوا لك هدم البيت؟ ايه طعمك حجة والناس راجعة، بيتك صار على الارض. شو الحكي؟ ايه لك. مرحبا معلم. وسهلا. بيت سايبها وين بالله؟ باخر الحاره على ايدك يسار. هاي الحاره؟ ايوه. شكرا. Thank you.
وينه محمود؟ ليك وجاية. مرحبا يا بي. تفضلي يا مو. مالي نفسي اكل شيء. هدى مدي ايدك. وانا كمان مالي قدران احط لقمه. ما بصير هيك يا جماعه، ما اكلت شيء من الصبح. مرحبا. أهلين. مين محمود شاكر سايبها؟ أنا. ولك يا رجل وينك أنت؟ وينك دوختني عليك؟ سلام عليكم. شو عم تعزلوا؟ خير أخي، شو بدك من ابني؟ ما بدي شيء، بس عندهم مذكرة تبليغ. تبليغ شو؟ إذا أنتوا نسيانين، نحن ما بننسى بنوب. لك هلأ خلصني يا أخي، تبليغ شو؟ عنده مذكرة تبليغ مشان خدمة العلم. شرف أخي. تفضل. تفضل مد إيدك خلصني. السندويشة إلى صاحب. حبيبتي ما بدي اوصيكي بهديل، هديل رفيقتك، هديل آدمية كتير. مبارح شكت لي عنك وقالت انك عضيتيها، بقى لا تعذبيها وتعضيها. مبارح نتفتي لها الريشة من ريشة. شو بكي شو بكي؟ لا تطلعي فيني هيك؟ انت ما كنتي جوعانة، انا مبارح طعمتك شافت لحمة عطاني اياها لحم ابو زكي لاني عاونته بتقطيع البصل، ولي خد هي الك. بس انا فضلتك على نفسي وليه؟ طعمتك نصا ولا ما طعمتك؟ قولي صح ولا لا؟ وانت حبيبتي هديل لا تطيري على اسطوح الجيران، لانه اطعم علي صاير عم يتملعن كثير، عم يتخبى هنيك من يومين صاد عصفور وستاتيه. الخلاصة أنا بدي روح اليوم لعند فاطمة وأمها مشان أخذ لهم السنزات الكنزات لعند المعلم أبو سيعة أبو عيسى. بقى بدي منكم عم بنخار. لك يا عم بنخار. مين عم ينادي لي؟ أنا أبو عبدو افتح جارك. مرحبا أبو بنخار. أهلين. يلا تا معي بسرعة تا. لوين بدي اروح معاه؟ بدي طالع لي شويه رمل على السطح. يلا. بس انا واعد ام لفاطمه مشان اخذ لها الكنزات عند معلم ابو عيسى. لك يا ابو خير مو وقت ابو عيسى هلا، كل شغلتك معي نص ساعه. يلا بعدين بتروح. يلا. طيب لحظه خليني احط صدر الاكل لك اجل لي اياها يا ابو منخار. الله يوفقك عمي ابو عبده. شوف
يعني انا بحبك وبحترمك، الله يخلي لي اياك، لبقى تنادي لي ابو المنخار، عم بزعج منك كثير انا، عم بتزاول، 100 مرة صرت مفهمك ومنبه عليك، ما تنادي لي بهالاسم. شي ما طول عمرنا بناديك ابو المنخار، شو بدنا ناديك يعني هلا؟ ابو سمرة. ابو سمرة؟ ايه ابو سمرة، شرف معي يلا ابو سمرة. ايه لحظة، لحظة طيب. يلا. شرف. ابو منخار يا ابو منخار. هيك عم تقولوا انتو؟ الله يسامحكم، انا ما رح رد عليكم الكلام صفات المتكلم. ابو عبدو حرام هدول ولاد صغار، معلش ما لك انت ليش بتسكت الجدبه؟ ما تضربون. شو اضربون؟ هدول ما يفهمون. حنون يلا. الله يعطيك العافيه يا ابو منخار. عفوا، مش على الله لا تؤاخذني، مش على الله لا تؤاخذني ابو سمره. تفضل، وهذا كيس مليان بردان اجرتك. شلوني معك؟ لا 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 ابو عبدو، ما ماشي الحال. لك شلون؟ لا لا والله العظيم غير تاخذ. شو الحكي هذا؟ هلا بتقول شغلتني نهار كامل وما اعطيتني شيء. شرف، هذا حقك. معلش ما بقول. لا انت ثاني. صحتين وعافيه. يلا اشروا كل مثل العسل. صحتين وعافيه. شو هاد؟ عيب. شرتوا صرتوا شباب انتو. خوت هاي بزقانة، هاي بردقانة تازة إلك، وهي كمان تتقاسمها انت ورفيقك. ايه، وانت كمان تتقاسمها انت وفريقك وانت ورفيقك. ايه يلا الله معكم، مع السلامة. انت هون وانا عم دور عليك من الصباح. خير؟ شو فيه رابعة؟ هبطي لي قلبي. ابو مظهر مرضان وبيقول لك تعال مشان تطفش مع عربايه الفول وتناجي. على عيني وراسي، بس انا هلا بدي روح لعند فاطمه وامها، بدي اخذ لهم الكنزات لعند ابو صوف وجيب لهم عيسى، بدي اخذ لهم ابو عيسى وجيب لهم الصوف. ما بعرف، انا هيك ابو مظهر قال لي. طيب روحي انت هلا وانا بحلقك بلحقك. خدي امسكي رابعه تعي لهون. خدي الله يرضى عليكي. هي برتقاني عطاني اياها ابو عبدو، كلي اياها صحه وهنا ان شاء الله. الله معك حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه حبيبتي. ايه وغير هيك شو قال لك؟ قال لازم نلحق له الكنزات الولاديه اول شيء، ورجع هاي الكنزه، قال كمان طويله شوي. ايه هو طلب طول الكمام هيك؟ ايه ما بعرف، قال لازم نقصر كل كم شيء 3 اصابع. ماشي الحال. قلتي له بدنا صوف ازرق؟ قلت له، قال بعد شي 3 ايام بجيب. طيب شو جبتي منه مصاري؟ جبت 200 ليره، 100 اشتريت فيها اغراض وهي 100 الثانيه. ها الله يرضى عليك يا امي. شو بك يا حبيبتي، في شيء؟ شفت ابراهيم اليوم. ابراهيم ابن عمك؟ وين شفتيه؟ بالسوق، ولحقني قدام كل العالم وكمشني من ايدي وقال لي وين بدك تهربي مني انت وامك؟ ايه وشو سويتي؟ ما سويت شيء، نطرت ايدي منه وهربت. العمى بقلبه ما اوقحه، هي تركنا الضيعه واجينا سكننا هون. طيب اللي بدي افهمه، ليش لاحقني الي بالذات؟ واذا كنت بنت عمه يعني، بعدين هو متجوز واكبر مني وعنده اولاد، بقى شو بده فيني؟ العمى بقلبه ما اخلصه. لك بنتي، هذا بده ياخذك لانه طمعان بشقفه الارض الصغيره اللي تركنا اياها الله يرحمه ابوكي، فعرفتي شو بده مني؟ طمعان فينا لانه مالنا حدا. هذا اكيد ابو سمرة، رايحة افتح له. فوت ابو سمرة. فاطمي. اهلين ابو سمرة، فوت. شبك تبسمرت بأرضك؟ ما تبسمرت بأرضي، بس يا فتحان السباح، يا فتحان يا سبحان الفتاح، وشك شو بريء، كتير بريء وشك انت. طب فوت أبو سمرة، فوت. يلا. لك ليش ما أجيت من بكير وأخذت لي الشغلات لأبو عيسى؟
كنت بدي اجي مو انه ما بدي اجي وزبلت وطنشت، بس هذا ابو عبده شافني قال لي رملي نقل، رملي نقل لي رمل على الاسطوح نقول. وقديش عطاك اجره؟ اعطاني كيس في خمس خبات، خمس حبات بردان. يا الله لا يشبعه، ناقصوا مصاري يعني حتى ياكل عليك الاجره. تاني مره بتقله بدي اجرتي مصاري مو بردان، فهمت؟ ما بيعطيني انا بقله، بس هو ما بيعطيني. بعدين شو بدي انا بالمصاري؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تركيه امي، تركيه، هو هيك الله خلقه. ما بدي اخذ لكم عيسى لعند الكنزات، ما بدي اخذ لكم العينزه الكنزات لعند عيسى. اخذتهم فاطمه. إيه ما قدرنا نستناك. طيب سفروني، سخروني هيك بشي غرض تاني من الحارة. ما بدنا شي، سلامتك. طيب يعطيكم العافية أو دعناكم. الله يعافيك. طيب وينك؟ خليني أجيبكم خبوز من الفرن، تنور من الخبوز، خبز من الفرن. عنا أبو سمرة عنا. طيب اشيلكم الباب من قدام الأرض، اشيل الأرض من قدام الباب، لا لا تشي. يعطيك العافية. الله يعافيك. لا تعمل شي بنوب. لك شو لا أعمل شي؟ بدي أعمل. لا تزعل أبو سمرة، بكرة الخميس بدنا ناخدك معنا على المقبرة لأنه بدنا نزور قبر أبي، فشو رأيك؟ بدك تزوري قبر أبوكي؟ ضروري واجب زوري. بروح معكم أنا. مساك أبو سمرة، مساك هالكعك بسمسم. إلي كعكة وبمسمس، كعكة وبسمسم كمان. شكرا إلك فاطمة، شكرا يا لطيف. الله شو بيحبني. يا نيرتي ممتني. فهمت عليك. وين رايح هلا؟ ابو مظهر بياع المرض، ابو مظهر بياع الفول مريض، بدي اروح عاونه. خاطركم هلا، بس مو على طول، راجع لانه. ايه الله معك، مع السلامه. ارجع. ايه ما بترك لانه. ايه الله معك، مع السلامه. يا ريتني متمني شيء من ربي. يا ريتني. بنت نابت نبات يا فول، كلاوي يا فول، اطحال يا فول، اطحال. لك بس كلاوي، لا تقول اطحال. حاضر عمي. كلا كلاوي يا فول، بعشرة الكاسة الطاسة يا فول. لك شو بعشرة؟ شو بعشرة؟ قول بخمسة عشرين. لك وين عايش انت؟ حاضر. الواحد بيرخبط بخربط. معلش يلا. فول يا فول، الطاسم 25 يا فول. والله ما بليته. بلبل حاله هالفول، اصابيع الببو يا فول. لك هاي المنادات للخيار مو للفول، شباب. للخيار ايه صح. عفوا. فول الدار. شايفك تعبان عمي ابو زمهر، ابو مظهر، مو تعبان انت؟ والله وجعني راسي ودايخ شوي. خس الوجع. لحظه لخدمتك. لحظه. سلامتك ابو مظهر. تعا اقعد حبيبي، تعا ريح عظامك على هالكرسي. تعا اقعد حبيبي. سلامتك. جيب لك مي بارده تبل حنكك، تبل ريقك. لحظه. سلامتك حبيبي يا عمري. افتح باجوقه، افتح تمك شوي. افتح. الحمد لله. شلونك هلا؟ احسن. راحت الدوخه. مشتهي تشرب زبديه مرقه؟ لا ما بدي، الدوخه راحت. طيب
طيب حاضر. فول يا فول، والله ما بليته، والله ما بليته، بلبل حاله الفول. بنات بنات هالفول. بابا انا بتبنات. اهلين 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 ام رسمي. اهلين اختي ام صبري، ما عرفتيني مو مغير عنيتي. ايه انا مغير، ما عرفتيني مو. سبحان الذي لا يتغير. اهلين. وين اخذ لك الاغراض؟ ها؟ يسلموا الايدين. لا انا باخذ لك اياهم، دليني على البيت، بعيوني باخذهم. خذ لي اياهم لعندي على البيت، بدي روح ولد بنت ام صفاء. ايه امرك امرك اختي. والله شغلتكم متعبة متعبة كتير، يعني بتمدوا ايديكم ما بعرف وين وبتسحبوا اولاد، يعني متعبة مش لون مكان. ولك وين رايح وتركني؟ ولك ما سمعت بإذنا؟ رايح وضي الاغراض لبيت اختي ام صبري. ما لي شي، روح بس ما تطول. لا ما اطول عمي ابو مصعب. الله يرحم امه. ليش بتعرفيها لامه؟ لا ما بعرفها، بس امي كانت تعرفها وتحكي لي عنها. الله يرحمها، ولدته وماتت بعد 40 يوم. هيك شلون ربي لكان؟ يو شلون بده يربى؟ مثل ما بتربى القطاط بالحارة. شي يلا يا مجاعة، يلا يا جماعة، يعني تأخرنا. شو الزلمة عم يستنانا بالشارع؟ نحن رايحين على المقبرة. لا تكسفي ماما، خليه يحكي شو ما بده، ما حلك تعودي عليه. يلا امشوا، نحن عم نبربر والزلمة بيكون عم يستنانا. امشوا. شو؟ بلاقي حالنا وقفنا، لازمكم شي فموت؟ فطون؟ ما بعرف ماما، شو نسيتي؟ نسيتي شي؟ تعرفوا شو نسينا؟ شو نسينا؟ شو نسينا؟ نسينا الفاس اللي بدنا ننكش فيه القبر. ولي بدكن تقبروا النكش؟ بدكن تنكشوا القبر؟ ما بيصير ما بيصير. ام فاطمة، في زلمة تحت نايم بأمان الله، ما بيصير هيك. لك بدنا ننكش تراب القبر من فوق حتى يتروحن، ونزرع له شي عرق أخضر. أصبح أنا بجيب الفاس. بدك ترجع على البيت؟ لك لا لا أرجع البيت ليك والتانية. أنا بجيب الفاس من هون، من عند خالتي أم توفيق. أنتوا خليكن هون، لا تنقبروا ولا تروحوا على المقبرة. طيب روح أنت جيب الفاس ونحن منستناك بالتربة. يلا ايه ما تطوي، لا تغمقوا بالتربة، فوتت النسوان على التربة بتخوف. مين؟ أنا أبو سمرة. هذا أنت؟ شو بدك؟ زكاتك، بدي الفاس الصغير يلي عندي. أنو فاس؟ أنو فاس يعني فاس عادي. ليك وينه؟ ولا شو بدك يا؟ مشان انكش قبر أبو فاطمة، مو انكشو يعني مشان الأذى، بس مشان يتروحن. تروحي معنا على المقبرة؟ يو كتر خيرك على هالاستفادة. شو عم تعزمني على الغوطة؟ رح افوت جيب لك اياه هلا، بس اصحى ما ترجع لي اياه. لك وينك يا ابو سمره؟ ليش تاخرت؟ شو وينك؟ هي انبخشت وصارت تزرزب، سقسقتني عبيتها هلا من هنيك. يلا امشي 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 امشي. طفو امشي لشوف ولك، امشي لشوف حبيبتي. ليش معذب حالي؟ ما في حدا بالبيت. وين راحوا؟ على المقبرة، وما راح يرجعوا المغرب، هيك سمعتهم عم يقولوا. ماشي الحال، حقن. حط لك شوية مي؟ ايه حط ابو سمرة حط. مشان يعيش يعني هذا العرقاس، مو جوزي. ايه انا هدول جبتهم باردين من الفيجي. يلا. أنا ما بفهم بالفلاحة، بس يعني الواحد بيتعلم. بس لا تحكي كتير أبو سمرة، لا تحكي كتير، ما بيجوز. إيه مشان رحمة، مشان حرمة الميتين.
شو ما بتقلي لي انا بعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. شو أبو سمرة كلك أرسب عجوة. لا لا شو نحن قاعدين بمطعم ما بدي اتغذى هلا. مالي شبعان مالي جوعان. كول كول معليش حلال الاكل على الميتين. مالي عوجان مالي جوعان. بعدين ما تنفتح نفس الواحد هون. مالي جوعان. بعدين معي كعكي مشان ياخذ هالقرص بعجوه كله واقرا له الفاتحه لابي. مشان مشانك طفوه افطوه باكل راس الحيه. انا رح تبقى هون هي ذكرى عزيزه علي ذكرى عزيزه. يلا تيسر وراح الحقكم انا على بين ما رشرش المرحوم. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا طيبين ميتين. وينكم؟ وين رحتوا؟ ها؟ يعطيك العافية أبو سمرة. روح ودي الفاس لأم توفيق مشان ما ننسى. إيه على عيني وراسي بس مو حتى وصلكم بالأول. لا معلش نحن وصلنا. روح أنت يعطيك العافية كتر خيرك. الله عافيك مع السلامة مع السلامة فاطمة فاطمة. وأخيرا وقعتي بين إيدي يا فاطمة. وين بدك تروحي وين؟ جوب السماء أقرب لك. روح أمشي بطريقك بالقلة أدب. خلصتيني والله. اتركوه يا اولاد الحرام اتركوه. على جنب احترمي حالك يا عالم يا هو يا نازل حقه. زعلوا ولا تقولوا زعلوا برا قسما بالله اللي بيقرب لا اذبحوا اذبحوا اشرب من دمه ودمه. ما حدا يعمل مرسلين كثير. ارجع لورا. ها يا عالم يا ناس دخيلكم دخيلكم بنتي لا تخطفوها. اتركوها اتركوها يا كلاب اتركوها يا حمير. روحوا لك الحمير افضل منكم. يخرب بيتك. تعال فطمه فطمه حبيبتي تعال فاطمة. وينك؟ وينك فاطمة؟ تعال تعال يخرب بيتكم يخرب بيتكم. شو بجرمين؟ الله يخلينا ياك يا أبو سمرة لولاك شو كان صار فينا. ماشي ما ماشي الحال ماشي الحال. سبقوني على البيت أنتو الغراض أبو سمرة. أنا بجيبهم أنا بجيبهم. افشخوا روحوا على البيت بسرعة. يخرب بيتهم يخرب بيتهم وبيت بيتهم. كل واحد قتلي شوارب مثل شوارب الصرصور وعامل لي حاله زلمة. العمى بقلبكم. شو حمير حمير يا رب يا فتاح يا عليم الزاخري إلهي تعافي رزق أوفي الدين يا رب سلام المحباب. مرحبا. أهلين أهلين بالأوادم أهلين بخدمة الشعب. شو معلوماتك عن الخناقة اللي صارت مبارح بالحارة؟ خناقة؟ تفضلوا 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 يا محمد. أيوة تعال حبيبي تعال قازوتين على السريع. أوان قلتولي خناقة وهون بالحارة. والله لا علمي ولا خبري. هلا لا تقعد تلف الدور تبثل علينا. عم نسألك جاوب. الله وكيلكم ما عندي علم بشي. ما طلعت من دكانتي لشو صار. يعني ما حدا قال لك انه مبارح صارت خناقة بالحارة؟ خناقة شو سيدي؟ لك في واحد اسمه أبو منخار معتدي على اثنين مارقين بالحارة بأمان الله ضاربهم بآلة حادة ومكسر لهم سيارتهم. شو هالحكي يا لطيف؟ والله ما عندي علم. هسا يعني ما بتعرفوا لهذا المعتدي أبو منخار يلي بيقولوا له الناس ابو سمره؟ ايه بعرفه سيدي بعرفه. هذا يا عين تراك حامل الشخط وعم يطعمي القطار بس لا بيقربني ولا بينسبني. ها وشو اسمه الثلاثي؟ ما بعرف. لك اخ اخ منكم شو بكارين اخ. طيب وين بيته كمان ما بتعرف؟ بعرف بعرف سيدي باخر الصقه على ايدك اليمين. ماشي ما بكون تشرب خازوق؟ شربها لحالك رد على جوعك.
يا محمد رجع الخازوستين وفلتوا. قرب ودو يا حباب، قرب يا راعي الطيب قرب. نبت 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 نبت. يعطيك العافية سعدو. الله يعافيك، الله يعوض عليك عمي. مع السلامة. أهلين وتهلين، أهلين وتهلين. تفضلوا يا شباب. يسلموا. لكون فيهم سوسك سعدو. الله وكيلك انضاف ومثل الخاع. إذا بتطلع لنا سوسة وحدة لا تلوم غير نفسك. ها سعدو، تعرف لنا واحد اسمه أبو سمرة أبو منخار؟ إيه بعرفه. وشو اسم الثلاثي؟ والله ما بعرف. لكان مين بيعرف لك سعدو؟ ما حدا سيدي، ما حدا. معقول ما حدا بيعرف اسمه؟ صدقوني مثل ما عم بلكون، بس عدم المؤاخذة، شو متاوي هذا؟ اعتدى على ناس وجهاء بالضرب وكسر لهم سيارته. ما بيصير هيك، عطوني إلي. لحظة لحظة، تفضلي خالتي، أختي، أم رسمي، أم صبري، تفضلي. مرحبا يا اخي. اهلين. انت من الحاره من هون؟ اي نعم، وقت ما خلقت. معناته بتعرفين هذا ابو منخار اللي بيقولوا له ابو سمره؟ ايه بعرفه. خير، شو بدكم منه؟ ما بدنا منه الا كل خير. وينه؟ هذا ليكم. هذا المجنون قاعد يلعب مع الاولاد؟ ايه. وشو اسمه؟ اسمه عبد الله العاصي. مصطفى عبد الله العاصي. ايوه طيب، يعطيك العافيه. شكرا شكرا. دوري هلا. انت مصطفى عبد الله العاصي؟ لا مو انا. شلون مو انت؟ لا هذا مو مصطفى، هذا اسمه ابو سمره. ايه ايه هذا ابو سمره. خلاص انت يا يلا على بكن. انا مالي مصطفى، مو مصطفى انا. عايش تجذب علينا، انت مصطفى وغصب عنك. امشي على المخبر. والله ما جاي، ما انت مصطفى. امشي. عيب عمو، عيب عيب عيب، كل واحد يروح على بيته. يلا يا عيب الشوم عليكم. شو طلع من السجن؟ والله هيك مبين. الله يكون بعونه. تعذب وتدق الباب عمو ابو سمره. ليش حتى ما اتعذب؟ لانه فاطمه ما له. وين لك؟ ها خطفوها بالسياره الصفراء بغيبتك، وام فاطمه اخذوها على المستشفى. فوا عليهم هالجيران، يا عيب الشوم عليهم، يا حيف عليهم. وين رايح ابو سمره؟ بدي روح لعند فاطمه. ايه فاطمه مو معروفه وين اراضيها. اجا كان لازم لاقيها. شوفوا كركون ضاعت يعني، ولا خلص لازم ننفض ايدنا منها. لازم انا لاقيها مهما كانت الاسباب. اذا انتم تخليتوا عنا، انا ما ممكن اتخلى عنها. انا ما ممكن اتخلى عنها. منو